بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب، رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، رعى الحفل الذي أقامته الهيئة بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأول رئيس لمجلس إدارة الهيئة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء. وفي كلمة سموه التي ألقاها بهذه المناسبة أكد سموه أن السعي والعمل يتواصلان لتحقيق أهداف الرؤية الشاملة والمتعلقة بمنظومة التعليم والتدريب في المملكة، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والدعم من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد. كما أكد سموه على ما شكله تأسيس الهيئة من نقلة نوعية للتعليم في المملكة لما توليه من رعاية لمبادرات تطوير التعليم والتدريب والتي تهدف إلى تحقيق قيم ورؤى لرسم مستقبل أكثر إشراقا لمملكة البحرين عبر تعليم متميز ذي جودة وترسيخ مكانة المملكة وعطائها على المستوى الإقليمي والدولي. وشدد سموه على أنه بإنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب بدأت مرحلة جديدة في مسيرة المملكة التعليمية، وذلك من خلال برامج التقييم ومراجعة الأداء للمؤسسات التعليمية والتدريبية، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت، يأتي من بينها ما تحقق في عمليات الإطار الوطني والمستوى الدولي، حيث تمت محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات بنظيره الإطار الأسكتلندي. وقال سموه عبر كلمته إن مملكة البحرين بدأت مسيرتها لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكل ثقة، معلنة بذلك تجديد نهضتها التعليمية التي بدأتها قبل قرن من الزمان، إذ أثبتت الكفاءات الوطنية القدرة على الارتقاء بالوطن في ميدان تنافسي واسع يؤمن بالإنسان وبعقله وبالمعرفة التي يتحصل عليها. لقد آمنت البحرين بأبنائها على الدوام، كما أيقنت أن التعليم هو المستقبل وميزان الحضارة والتقدم والازدهار للأمم والشعوب. في العام 2005 كانت مشروعات ومبادرات تطوير التعليم والتدريب أفكار نتداولها ونستعرضها في اجتماعات مكثفة، حتى تبلورت في عام 2008 وتحولت تلك البذرة إلى شجرة، ثم أثمرت العديد من المبادرات والمشاريع وتطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين. لقد بدأت مسيرة التطوير بكل تفاؤل، وخاضت ذلك التحدي بكل عزيمة وإصرار لتعلن تجديد نهضة البحرين التعليمية التي بدأتها قبل قرن من الزمن عند افتتاح مدرسة الهداية الخليفية الثانوية كأول مدرسة نظامية تتأسس في البحرين عام 1919، والتي سنحتفل جميعاً بمرور 100 عام على تأسيسها العام القادم إن شاء الله. لقد كان لتوجيهات الملكية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى والاهتمام بالبالغ من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. الأثر البالغ والدور الكبير في خروج تلك المبادرات في تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين. لم تكن مبادرات واحدة، وإنما مبادرات عدة، كانت هيئة جودة التعليم والتدريب أحداها، ولكنها كانت المحرك لذلك التحدي وقياس مدى نجاحه. من جانبه قال وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب المهندس كمال بن أحمد محمد
إن تدشين الهيئة جاء بإيمان من صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بها قولا وعملا، ودعم من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لإنجاح المبادرة والنهوض بها ضمن مشروع متكامل لتطوير التعليم والتدريب. وقد تضمن الحفل عرضا تقديميا تحت عنوان ضمان الجودة الخارجية نحو اقتصاد قائم على المعرفة للخبير الدولي السيد بيتر تشانغ، الذي أثنى على تجربة مملكة البحرين في مجال التعليم وممارسات ضمان الجودة وفق الرؤية الشاملة للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وما يحظى به هذا القطاع من اهتمام من الحكومة الرشيدة، مشيرا بذلك إلى إنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب كجهة تقييم مستقلة تتبع مجلس الوزراء. من جهتها قدمت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة جواهر المضحكي عرضا عن مسيرة مشروع تطوير التعليم والتدريب في المملكة وأبرز المحطات في تاريخ هيئة جودة التعليم والتدريب منذ تأسيسها حتى العام الحالي 2018، حيث تحدثت عن تبلور فكرة مبادرة المشروع الوطني وأهداف تطوير التعليم والتدريب القائمة على تقديم تعليم نوعي ذي جودة عالية. هذا وشهد الحفل تدشين سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لكتاب الهيئة عقد من التطوير، والذي يحكي عن مسيرة الهيئة في 10 سنوات. كما قام سموه بتدشين الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة باللغتين العربية والإنجليزية، وبتوزيع الدروع التذكارية على المتحدثين الدوليين ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة الهيئة. وقد تخلل الحفل تكريم وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب المهندس كمال بن أحمد محمد ل32 من قدام الموظفين الذين أكملوا 10 سنوات من الخدمة والعطاء منذ تأسيس الهيئة. عشر سنوات مضت على إطلاق هيئة جودة التعليم والتدريب، تمكنت خلالها من تحقيق إنجازات وطنية، فأسست لمكانة عالية لتكون جزءا من مسيرة التطوير الشاملة في مملكة البحرين. مناسبة مرور 10 سنوات من إنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب، اللي هي تعتبر إحدى المبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، طبعا هذه كلها منظومة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه. كان هناك من ضمن مشروع الإصلاح أو تطوير التعليم هيئة ضمان جودة بوليتكنيك البحرين وكلية المعلمين، تقريبا نحتفل بهم جميعا خلال هذه السنة. ما في شك أن هذه من المبادرات الناجحة جدا، تجربة كانت تنفذ في أكبر الدول أو الدول المتقدمة في التعليم، والبحرين استفادت من هذه التجارب وقمنا بتنفيذها في البحرين على أعتقد على مستوى جدا مرتفع. اليوم الكثير من الدول الإقليمية وأيضا العالمية تزور مملكة البحرين عشان تتعرف على هذه التجربة وتنقل تجربتنا الناجحة. منذ خطواتها الأولى استطاعت أن تترك بصمتها لتكون على قدر الأمانة والمسؤولية الموكلة إليها وتحقق أهداف مشروع تطوير التعليم والتدريب، لتأخذ المؤسسات التعليمية والتدريبية إلى طريق الجودة على المستويين المحلي والعالمي. هيئة جودة التعليم والتدريب بالاستعانة ببيوت خبرة دولية لبداية العمل، والآن وبعد 10 سنوات من عمر الهيئة صراحة يسعدنا ونفتخر بأن هيئة جودة التعليم والتدريب هي أصبحت بيت خبرة يستعان فيه في الوطن العربي وكذلك مع بعض الدول العربية لعمل مراجعات لبناء هيئات ضمان جودة وللمساعدة كذلك في الإطار الوطني للمؤهلات. يمكن آخر يعني إنجاز للهيئة كان ربط إطار الهيئة مع الإطار الأسكن
الاسكتلندي وهو من أعرق وأكفأ الأطر على مستوى العالم. وهذا الشيء طبعا أول دولة في الوطن العربي هي مملكة البحرين، وثاني دولة خارج الإطار الأوروبي بعد هونغ كونغ. وطبعا هذه الدليل على العمل الذي قامت فيه مملكة البحرين لتطوير الإطار الوطني ولجعل إطار يربط مع أعرق وأكفأ الأطر الموجودة في العالم. وإحنا سعيدين بهذا الإنجاز ونشكر الجميع للدعم، طبعا على رأسهم قيادة الوطن حفظهم الله ورعاهم. بسواعد بحرينية نهضت الهيئة لتحقق بذلك مراكز عالمية لتكون شاهدا على منظومة نجاح امتدت لعشر سنوات، مبشرة بمستقبل مضيء لمسيرة هذا الوطن الغالي. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.